والحديث والأحاديث كلها تدل على يسر الشريعة وعلى رحمة الله جل وعلا بعباده، فإن إخراج هذه الزكاة فيها رحمة بالعبد المزكي، فيتجبر من كسر في صيامه وما كان في صيامه من لغو ورفث ونقص، وفي الوقت نفسه فيها جبر لقلوب الفقراء، لقلوب المساكين، لقلوب الضعفاء، في أنهم يطعمون مما طعمنا، ولذلك تطعم تعطى من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد يأكله الغني ويأكله الفقير، بل ربما تشوفت نفس الفقير إليه، فلما يعطى يكون في ذلك طعمة ورحمة به. يقول العلماء إن زكاة الفطر صلة، لكنها صلة تخرج على وجه الترحم، تخرج على وجه الترحم كما بينه الكثير منهم، بمعنى أن الإنسان يعطيها وهو يرحم من يعطيها، يرحم من يعطيها، ليست كالهبة، فالهبة والعطايا تعطى لكن لا يلزم أن يكون فيها الرحمة، فقد تعطى وصلا فقط، تعطى إجلالا، هذا قابل، لأن قابل الهبة لأن تكون تعطى إجلالا، لكن زكاة الفطر تعطى ترحما لهؤلاء الفقراء والمساكين، ورحمة بأنفسنا في أن الله عز وجل يجبر ما نقص في صيامنا، والنقص حاصل لا محالة، فكلنا خطاؤون يلحقنا من التقصير في الصيام وفي غيره ما يلحقنا. هذه الزكاة ارتبطت برمضان، فلا علاقة لها بزكاة المال، فزكاة المال المنصوص عليها بسورة التوبة تلك تكون في الأموال الزكوية إذا حال الحول وبلغت النصاب، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره. أما هذه الزكاة مرتبطة برمضان، ولذلك من أسمائها صدقة رمضان، ومن أسمائها صدقة الفطر، واختلف في المراد بالفطر، هل المراد بالفطر الفطر في رمضان وهذا أقرب، أو المراد الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، والمعنى واللفظ والمفردة تحتمل الاثنين، لكن إلحاقها بفطر رمضان أقرب فيما يظهر. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والزكاة، ونسأل الله عز وجل أن يجبر الكسر ويتمم النقص ويرحم الحال ويغفر الزلة ويتولانا بولايته، ويعيننا على إطعام من حولنا من الفقراء والمساكين، وأن يجعلها ربنا زكاة مقبولة.